مرحبا ويعطيكم العافية. استكمالا إن شاء الله لموضوع الميديا كويري وريسبونسيف ويب ديزاين، في عنا تطبيق بسيط بدنا نشوف كيف إحنا ممكن نستخدم الفليكس بوكس مع الميديا كويري بحيث إنه إحنا نعمل ريسبونسيف ويب ديزاين. في عنا الشكل هذا، مجموعة من الفيسز أو مجموعة من الأشخاص صورهم، وفي عنا هنا question mark circle فيها question mark. الصور أنا جبتهم من موقع uifaces.co، بإمكانكم تستعينوا فيه، بيجيب من sources مختلفة، ممكن تحددوا age معين، gender معين، hair color أو emotion معين، بتعملوا apply filters. الصور بتطلع، بتعملوا copy image address وبتاخدوا اللينك مباشرة في السورس تبع الايمج في HTML tag. أنا أخذت بس من source random user. طبعا الكود هذا مش هحكي أنا فيه تفاصيل لأنه أنتم مفروض بتعرفوا كيف تعملوا. أنا عاملة section، section هذا فيه اللي هو persons، في مجموعة من الديفز، كل ديف في image معين. نهائيا ما استخدمتش الفلوت عشان بدي أستخدم الفليكس بوكس، ولازم نتعود احنا نستخدم الفليكس. خلاص بدناش نستخدم الفلوت بعد هيك، خلاص نتعود على الفليكس، افضل ويعني بيعطينا امكانيات كتير رائعة. هاي الستايلينج تبعي، خلينا نروح على الانسبكتور. نشوف هاي السكشن تبعي، السكشن تبعي هاي البيرسونز اللي هو البيرنت، احنا قلنا بنحكي على البيرنت، معطيها display flex. اوكي، وflex direction row justify content space around، هاي ممكن نغيرها، ممكن يعني هي هيك by default. في عنا مثلا flex end هتيجي على اليمين، ممكن نشقلبهم بحيث question mark، ارجعوا راجعوا الflex box properties. في عنا خصائص مختلفة، في عنا space between مثلا، اذا انا بدي الشكل هذا ما بديش space around. It's up to you الخصائص اللي انتم بدكم تعملوها عملوها. الفكرة اللي انا بدي احكي فيها هلا، انا عندي هذا flex وفي عندي هاي persons، يعني properties بسيطة. اللي بدي اعمله بالresponsive web design بالmedia query، بدي اعمل ثلاث شغلات. الشغله الاولى، بدي لما الشاشه تكون صغيره بدي اياهم يطلعوا كولوم مش رو، هاي شغله. الشغله الثانيه، بدي اذا صاروا كولوم تكون الكويشن مارك بالاول فوق عشان يوزر يشوفها مباشره. الشغله الثالثه اللي بدي اعملها، اني بدي اليوزر ما يقدرش يطبع صور الاشخاص هذولا، انه اذا اجي يطبعهم يقول له انه هذا الملف مش مسموح لك انك انت تطبعه. هذه الثلاث شغلات بدنا نعملها بالميديا كويري ونشوف كيف. طبعا هلا لو عملت انا توجل ديفايس تول بار علشان اشوف، خلينا نجيب هذه هنا عشان نعرف نحكي ونشوف. طيب هلا هي عندنا التوجل ديفايس تول بار، شايفين كيف بيعطيني الشكل، الشكل هذا انا بدي اعدل عليه. نروح وين؟ نروح مباشرة نتأكد انه عندنا ملف ميديا، هيو، والملف الميديا مستدعى، وبعد style.css ونروح على الميديا. الميديا حاطة فيها انا البريك بوينتس اللي حكينا عنها مبارح، اللي هي الماكس والمن اللي بيحدد لي حجم كل شاشة. طيب نشوف ايش بدنا نعمل فيهم. طيب حكينا مبارح او في الفيديو السابق انه البروبرتيز اللي بدي اغيرها انا في الميديا كويري مفروض تكون منطقية. يعني انا قلت انه الصور بدل ما تكون بالعرض بدها تصير بالطول، بدل ما كانت رو بدها تصير كولوم، بس مش منطق مثلا اغير البوردر راديوس اخلي لونه مثلا احمر بدل اسود، يعني هذا مش منطقي، لانه في الاخر احنا قلنا انه اليوزر بدناش اياه يشعر انه هو فتح ويب سايت تاني او ويب بيج تانية لما انتقل من البي سي لللابتوب او من اللابتوب للموبايل. طيب نيجي نشوف كيف انا ممكن اخليهم بدل ما هم رو كولوم. بتطلع في عنا الرو كولوم اللي هي الفليكس دايركشن، هي من خصائص فليكس بوكس بيرنت، مش
children. فباجي هنا هاي class of persons خلينا داخله زي ما هو. أنا بدي أشتغل على ال extra small devices وأترك لكم إنه أنتوا تستكملوا لباقي الشاشات. إحنا قلنا هاي ال curly bracket تبع ال break point وجوا بحط ال selector مع ال curly brackets تاونه وال properties تاونه. البادينج مبدئيا ما بديش أغيرها. display flex مش هتغير خلص ما بتضلش في الكود. أوكي الحاجة اللي بغيرها هي اللي بخليها في الكود. أوكي justify content مش لازماني لأني بدي أعمل ال flex direction column. نيجي نشوف هيها مباشرة عنا على الشاشة الصغيرة صار عنا هذه إيش صارت column مش row. لو كبرت على الشاشات الأكبر هي رجعت row. في الإكسترا سمول ديفايسز بتصير كولم. طيب في عنا كمان شغلة لسه بدها تعديل. احنا كنا عاملين justify content center. هلأ في عنا هاي البيرسونز بدنا الكونتنت الجوا vertically يجي في النص. كيف ممكن نعمل الكلام هذا؟ الكلام نعمله ب property align items. هلأ اذا انتو لسه مش حاضرين لفليكس بوكس مش هتستوعبوا الموضوع هذا. لازم تكونوا حاضرين لفليكس بوكس فليكس بوكس بروبريتيز. هلا هيك انا حليت المشكلتين. المشكله الاولى الروسا كولم بعد هيك صار عندي مشكله انهم راحوا على الشمال فجبتهم بالنص. طيب ما كناش حاسين انه الصور ملزقه ببعض بكثير لانه كان الاشي عندنا رو كان سبيس اراوند. فهلا صار عندي ملزقين الصور ببعض فايش بدي اعمل؟ بدي اقول له والله نشوف وين هاي البيرسونز دوت بيرسون. هذا هو الكلاس تبع الديف تاع كل ديف اللي هو الديف اللي فيه الصوره. بدي اقول له مارجن بوتوم 20 بيكسلز مثلا عشان الصور تبعد عن بعض. اوكي هيك تمام حلينا المشكله. هي يا جماعه طلع حتى في الانسبكتور بجيب لي اذا هو ماخذ من ملف الميديا ولا ماخذ من ملف الستايل مباشره. فقال لي هاي في الميديا هيها تمام. طيب يبقى حولنا من رو لكولوم حلينا مشكله اللي هي السنتر فيرتيكالي بالالاين ايتمز. حلينا مشكله المارجن هاي النقطه الاولى اللي قلنا بدنا نعملها. النقطه الثانيه اللي حكينا نعملها هي الاوردرينج. قلنا انه انا بدي لما تصير كولوم هاي تيجي اول وحده. هذه بتذكرنا مباشره انه مين البروبريتي في الفليكس بوكس اللي بتعمل ترتيب للايتيمز هي بروبريتي خاصه بالتشيلدرن مش بالبيرنت وهي بروبريتي الاوردر. معناها انا بنفعش اجي على البيرسونز هنا واعمل اوردر لانه هي خاصيه للتشيلدرن مش للبيرنت. ركزوا كويس يا جماعه في خصائص الفليكس بوكس. حاجي انا اطلع مين البيرنت هم البيرسون بيرسون 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 واخر واحد مسميه انا بيرسون امبتي. ايش بدي اقول له؟ بدي اقول له انه والله الدوت بيرسون هذا كلهم خلي لي الاوردر تبعهم اثنين. اوكي وبدي اقول له الدوت بيرسونز دوت بيرسون امبتي خلي لي الاوردر تبعه واحد. صار هذا واحد وكل هدول ايش اثنين. هو هيك فهمها انه هذا اول واحد والباقي كلهم اثنين. طبعا انا بشرحش قاعده يا جماعه بشرحش فليكس بوكس. مفروض احنا نرجع ونحضر الفيديوهات الفليكس بوكس ونفهم البروبريتيز تاعتها كويس عشان نستوعب الموضوع. هلا لسه في تعديل يعني هنا مثلا هم جنب بعض محتاجين مارجن محتاجين مسافه بينهم. ممكن اعملهم على اكثر من سطر ممكن يكون في بينهم رابينج على الشاشه هذه. بدي اترك هذا الموضوع لكم انتوا تكملوا في باقي الشاشات وتشوفوا ايش في مشاكل وتحلوها. يبقى انا بدي اعمل على الاكسترا سمول. عملت على الاكسترا سمول بس بدي انتوا تكملوا على باقي الشاشات وتشوفوا ايش الشكل الافضل ل يعني مثلا بشاشه زي هيك مش حلو كده وبنفس الوقت مش حلو لو كولم لانه الشاشه بتصير فاضيه. فممكن نعملهم على مور ذان وان لاين. ممكن ثلاثة في أول سطر ثلاثة في ثاني سطر وعلامة الاستفهام هاي الكويستشن مارك تكون في السطر نحافظ عليها تكون في السطر الأول.
كيف ممكن نعمل هذا الكلام؟ يعني هذا حتركه لكم انتم تكملوا فيه. بس النقطة اللي بدي احكي فيها اللي هي المطلوب الثالث اللي كان عندنا، انه اليوزر مفروض انه ما يقدرش يطبع الملف، ما يقدرش يطبع صور الاشخاص هذولا. كيف ممكن نعمل الكلام هذا؟ لا لو لاحظتوا بدي راجع كان في عندنا display none والvisibility hidden، بدي أطلب منكم ترجعوا تستذكروهم تشوفوا إيش كان الفرق بين display none وvisibility hidden ومين الأفضل استخدامهم ومتى بنستخدم كل واحدة. في عندنا div class no print ضيفه، أنا لاحظوا هو مش ظاهر. ليش؟ لأنه أنا في properties في ملف الستايل عملها له الفيزيبيليتي تاعته هيدن واوباسيتي زيرو، في سيمي كولون زياده. اوكي نو برينت، ايوه هذا نو برينت كاتبه فيه this file doesn't available for printing. اوكي ممكن اعطي مثلا فونت سايز 30 بيكسلز. اوكي نو برينت هذا انا عامله له ايش؟ انه ما يظهرش نهائي. انا بدي يظهر فقط لما اليوزر يعمل امر برينت، وبدي الصور تختفي وتظهر هاي الجمله. كيف ممكن نعمل الكلام هذا؟ بدي اجي هنا اقول برينت اوبشن، وبدي اقول له والله ات ميديا، هذا اللي حكينا عنه في الفيديو السابق، ات ميديا اونلي، بس في حاله البرينت. اوكي ايش بده يصير؟ والله كلاس هذا كلاس نو برينت، كلاس نو برينت خلي لي الفيزيبيليتي تاعته فيزيبل، والاوباسيتي لانها كانت زيرو الاوباسيتي 1، وخلي لي هذا حيظهره بس لسه احنا ما اخفيناش البيرسونز، فبدي اخفي البيرسونز، بدي اقول له البيرسونز خلي لي الفيزيبيليتي هيدن والاوباسيتي زيرو. كان كمان جربوها بالديسبلاي، ديسبلاي لانه مشان يعني كومبوننتس كثير في الصفحه، مشان اليمنتس كثير في الصفحه، والاكزامبل بسيط برضو ممكن تجربوها في الديسبلاي نون او ديسبلاي بلوك، يعني ديسبلاي نون بتعملوها ديسبلاي بلوك والعكس. خلينا نشوف، سكر الانسبكتور واجي اعمل كنترول بي اعمل امر طباعه ونشوف. This file doesn't available for printing. أخفى الصور وطلع لي الجملة أو الparagraph أو السنتنس بتقول إنه هذا الملف مش متوفر للطباعة. يعني لو طبعنا حيطلع عنا التكست هذا. Okay. بتمنى إنه يكون الموضوع واضح والفكرة واضحة. المطلوب منكم إنه أنتوا هذا الشكل، هذا الشكل هلا انا فرجيتكم على الاكسترا سمول ديفايسز بالشكل هذا، زبطنا المارجن، جبنا الكويشن مارك فوق. هلا نيجي هذا الشكل هذا مش حلو، مش حلو كتير هيك مكتظ الصور جنب بعض، بدنا نعملها مور ذان وان لاين، يعني بصير عندنا رابينج، والكويشن مارك بدنا نحافظ عليها تضلها فوق على اليمين. صور الأشخاص إيش حيصير فيهم، كيف الترتيب حيصير، هذا رح أتركه لكم. نفس الإشي يعني نتأكد من كل الشاشات إنه الأمور تمام. هذا يعني إكزامبل بسيط، تطبيق بيجمع كان بين الميديا كويري وبين الفليكس بوكس. بتمنى تكون الفكرة واضحة ويعطيكم ألف عافية.